بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. ظاهرة مقيتة منكرة وبدعة مذمومة انتشرت انتشارا فاحشا في بيوت المسلمين، تربية الكلاب والعياذ بالله، تربية الكلاب في البيوت. هذه الظاهرة المقيتة بدعة مذمومة، والذي يفعلها يأثم إثما كبيرا. اللي بيربي كلب في بيته يأثم إثما كبيرا، ويدمر حسناته تدميرا. سأقول لحضراتكم الأدلة من السنة النبوية، بل ويطرد الملائكة من بيته ويدخل الشياطين في بيته ويدمر حسناته. والحديث في صحيح البخاري: من اقتنى كلبا أنقص الله أنقص الله كل يوم من حسناته قيراطا أو قيراطين، إلا كلب زرع أو صيد أو ماشية. يعني إيه الكلام ده؟ القيراط اللي هو إيه؟ القيراط اللي هو قد جبل حصن، قد جبل أحد في الوزن حسنات. يعني ربنا سبحانه وتعالى ينقص في الميزان، ينقص من الميزان حسناتك كل يوم قد جبل أحد في الحسنات. طب ده بعض الناس أصلاً ما بيعملش حسنات قد جبل أحد. يبقى أنت يبقى مش هتكتب لك حسنات خالص. عارفين ليه؟ لأن الكلب نجس، شديد النجاسة. الكلب شديد النجاسة، والعلم الحديث أثبت ذلك. لعاب الكلب فيه أكثر من 50 نوع من أنواع الميكروبات والبكتيريا والفطريات التي تؤذي وتصيب الإنسان بأمراض شديدة. ويكفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهما، وفي رواية أولاهما، بالتراب. لازم تغسل الاناء 7 مرات لو الكلب ولغ، لان اللعاب بتاعه في وشه شديد النجاسه. ولو الكلب لع يعني لجس يعني لعق الثياب بتاعتك او لعق المكان اللي انت بتصلي فيه، صلاتك باطله وفضلاته نجسه، لعابه نجس، فضلاته نجسه، والمنطقه السوداء اللي عنده دي فيها. اذا لذلك ده جمهور العلماء، لذلك من اقتنى كلبا، شو الرسول بيقول؟ الا في حاله استثناء واحده، الا كلب زرع. وكلب الزرع بيتحط بره جنب الزريب، جنب البيت، او جنب الزريبه، جنب في الارض، ما بيتحطش جوه البيت. او صيد، وبرضه كلب الصيد ما بيتحطش بره، بيتحط بره. او ماشيه، فالعلماء قاسوا كلب الحراسه. في ناس يقول لك انا حاطط الكلب عندي حراسه، بيحرس لي بيتي. انت كذب، انت تكذب على نفسك قبل ان تكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى. انت حاطه تقليدا اعمى لليهود والنصارى، واظهار لنوع من التكبر والعنجهيه، عشان الانسان يبقى ماشي مع كلب في الشارع، يعني الناس بتخاف منه. الحراسه في مليون بديل. تستطيع يعني البيوت لا اغفال، تستطيع ان تغفل بالقفل وبالمفتاح. بعض الناس بتحط سياج حديد على الباب، على باب الشقه. العماره، اي عماره دلوقتي بيبقى فيها طابق طاقم امن، سكيورتي. ومش كده وبس، بيبقى فيه انتركم، العماره بتتقفل من المفتاح. يبقى ما حجتك في ان في اقتناء كلب في داخل البيت؟ العماره بتتقفل من المفتاح، باب الشقه بيتقفل من المفتاح. حط سياج. ولو فيش حرامي يقدر يقترب من باب الشقه، لو حاول ان هو الجيران هتسمع ان الشقق قريبه من بعضها البعض. يبقى اذا دعوه ان الكلب بيحرس في البيت، هذه دعوه كاذبه. وكلب يطوف في داخل البيت وبيلعق بلعابه النجس الارض، اي مكان هتصلي عليه الكلب لعقه لعقه واحده، الصلاه لن تقبل. الملابس لو هيقترب منك ويلعق الملابس، طهاره المكان والملبس من شروط صحه الصلاه، يبقى الصلاه هتبقى غير صحيحه وغير مقبوله. ده مش كده وبس، ده الالعن من كده: الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب. شوف الحديث ده، حديث خطير جدا. تأخر جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعني حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، واشتكى للسيدة عائشة. وبعدين في بينظر بالصدفة، وجد جروا أو كلبا في داخل البيت، فقال لها: يا عائشة، من أدخل هذا البيت؟ قالت له: والله لم أره إلا الآن يا رسول الله. قال: أخرجيه. فأول ما خرجته ما فيش لحظة كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فقال له: يا جبريل، تأخرت علي حتى ساء ظني. قال له: نحن لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب. خلي بالكوا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول جبريل ما رضاش يخش بيته لغاية ما الكلب طلع من بيته.
ما رضاش يخش. وكان ممكن يبقى في وحي من السماء، الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف رؤيه اي حاجه، لكن لا، جبريل ما قربش ناحيه البيت الا لما الكلب طلع. وطبعا لما الملائكه لما بتخش البيت معناها ده معناها دخول شياطين، انت كنت بتمنع الملائكه تدخل البيت، يبقى انت بتضيع بتدمر حسناتك. تخيل بقى لما ينقص جبل حسنات كل يوم من حسناتك، هيفضل لك ايه؟ ولما تمنع الملائكه تدخل البيت وتساعد على دخول الشياطين، ده مش كده وبس، ده في مصيبه تانيه كمان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لتحذرن حذو اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. تربيه الكلاب في البيوت من شيعة من النصارى واهل الكتاب في اوروبا وامريكا، ما تلاقيش بيت، نادر انك تلاقي بيت ما فيهوش كلب. الكلب عندهم اهم من بني ادم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان احنا هنقلد ان اليهود والنصارى في كل كبيره وصغيره تقليدا اعمى، حتى اذا دخلوا جحر ضب، الضب ده حيوان كريه الرائحه، لا يستطيع احد ان يتحمل رائحه هذا الحيوان. مع ذلك بيقول لنا احنا هنتبع هنقلد هؤلاء الناس تقليدا اعمى، دول كفار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاه والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا، فلا تشبهوا باليهودي ولا بالنصارى. يبقى انت لما بتقتني كلب في بيتك انت تتشبه باليهود والنصارى، اذا اصبحت منهم، اذا اصبحت منهم. وده من اكبر الكبائر: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي قوم الظالمين. والتقليد موالاة. يبقى انت بتاخد اسم من كذا اولا تدمر حسناتك، ثانيا تضيع صلاتك، ثالثا تحاكي وتقلد اليهود والنصارى فاصبحت منهم. مش منهم معناه انك كفرت وخرجت من الاسلام تماما، لكنك فعلت كبيره من اكبر الكبائر، يعني تفعل افعال كفر، لان من تشبه بقوم فهو منهم. يبقى كل ده، لذلك انا مش انا اخاطب مين؟ انا اخاطب مش بخاطب اللي عندهم كلاب بس، لا بالعكس، انا اخاطب كل واحد له جار او صديق او زميل او اخ او قريب او زميل في العمل عنده كلب في بيته، لازم تنصحه. اي عماره فيها كلب كل الجيران اللي في كل الجيران اللي في العماره دي سيسالون يوم القيامه ويقسمون، لان ما ينفعش ان اشيب لان الجار له عليك حق. ما تشوفش جارك بيغرق وتتفرج عليه. اللي عنده كلب في بيته ده بيدمر حسناته وبيجازف في صلاته. اين الجيران؟ ازاي ما تنصحش جارك؟ ده غير كمان صوته المزعج بيفضل يهوهو ويشوش، مش بس على اهل الشقه اللي ساكنين فيها، لا على كل العماره. وده ازعاج، والازعاج ازعاج المسلمين لا يجوز شرعا. فاذا كل عماره فيها كلب، لو العماره فيها 100 شقه 99 شقه هتسال يوم القيامه عن هذه الشقه، لماذا لم تنصح هذا الجار؟ لو ليك زميل في العمل هتسال عنه يوم القيامه، لو انت عارف انه عنده كلب. لو ليك قريب أو أو, 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 او جار او اي شيء هتسال عنه يوم القيامه. ما تسيبش واحد، ما تشوفش واحد قدامك بيغرق وما تنصحوش. والامر المعروف والنهي عن المنكر فرض، فرض. وتقصير في الامر المعروف والنهي عن المنكر بدون عذر يصل الى الكبيره، اللي هو كبيره فعلا. حتى لا تصبح شريكا في الاسم، في الاسم ازاي تتفرج تشوف معصيه من كبيره من الكبائر وتسكت عليها. لذلك انا هكتب لكم الكلام ده تحت فيديو سخون شؤون وشهاده العلم في كتاب عظيم العلم علما فله اجر من عمل به يوم القيامه. لا انقل ذلك من اجرين تشير تفعيل الجرس واشتراك في القناه ليصلكم كل جديد وتساعدوني على نشر السنه التربيه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.